السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في مادتنا مادة العلوم. إن شاء الله النهاردة يا أولاد معانا للمراجعة النهائية للفصل الدراسي الأول. تعالوا بينا نشوف مع بعض الأسئلة. أول سؤال معانا يا أولاد النهاردة بنقول أكمل العبارات الآتية. رتب مندليف العناصر على حسب التشابه فيه. المفروض إحنا عارفين إن عندنا أكتر من جدول دوري، كان عندنا جدول مندليف وعندنا جدول موزلي وعندنا جدول الدوري الحديث. طبعا مندليف رتب الاوزان العناصر على حسب الاوزان الذريه. السؤال الثاني معانا من الحيوانات المنقرضه في الازمنه القديمه. قلنا قبل كده يا اولاد ان احنا عندنا الديناصور وعندنا الماموث. بعد كده سؤال رقم 3 عندنا يحفظ الصوديوم تحت سطح طبعا الكيروسين حتى لا يتفاعل مع اكسجين الهواء الرطب. وكنا اتكلمنا في الجزء ده قبل كده وقلنا خلي بالك ان الصوديوم والبوتاسيوم من العناصر النشطه جدا كيميائيا اللي احنا لازم نخلي بالنا في التعامل معاها ويكون تعامل بحرص، عشان كده بتحفظ تحت سطح الكيروسين. وما ننساش ان عنصر زي الليثيوم لازم ان هو يحفظ في زيت البرافين لان كثافته اقل من كثافه الكيروسين. نشوف مجموعة تانية يا ولاد من الأسئلة. بيقول لي توجد طبقة الأوزون فيه. نفتكر مع بعض كانت موجودة فين؟ أيوة برافو عليكم، كانت موجودة في طبقة الاستراتوسفير، كانت على ارتفاع من 20 ل 40 كيلو متر. نشوف السؤال اللي بعد كده. بتقول لي توجد الحفريات دائما في الصخور. أيوة المعلومة دي مهمة، كانت موجودة فين؟ في الصخور الرسوبية. وعلى فكرة كنا بنحدد باستخدام الحفريات المرشدة عمر الصخور الرسوبية. نشوف السؤال. تسمى عناصر المجموعة 7A باسم، طبعا ديت اسمها ايه؟ اسمها الهالوجينات. تسمى الرابطة الموجودة بين جزيئات الماء بالرابطة. ركز في السؤال ده لأن أنت بتتسأل في نقطتين في المية. لو قالك بين ذرات الجزيء يبقى أنا بتكلم على الرابطة التساهمية الأحادية. أما لما يقول لي بين الجزيئات نفسها يبقى أنا بتكلم على الرابطة الهيدروجينية، ودي سبب في شذوذ خواص الماء. بعد كده يا ولاد هنتكلم على بعض الأسئلة اللي متعلقة بالحفريات. يعرف ما يتركه جسم الكائن الحي بعد موته في الصخور الرسوبية بعد الموت، وإن طبعا دي بتسمى البقايا. طيب البقايا ديت نوع من أنواع طبعا الحفريات. يبقى لو قلنا يعرف ما يتركه جسم الكائن الحي بعد موته في الصخور الرسوبية بالحفرية. الايون نقط يحمل عددا من نقط يساوي عدد الالكترونات المفقوده. هنركز في السؤال هنا، خلي بالك ان لازم يكون طالما فقد العنصر الكترونات يبقى ده عنصر فلزي، تمام. يبقى الايون الموجب يحمل عددا من الشحنات الموجبه يساوي عدد الالكترونات المفقوده. لو فقد 2 نكتب فوقيه موجب 2، فقد 1 نكتب ايه؟ فوقيه موجب 1. بعد كده يا ولاد تتكون الشهب في نقط بينما تسبح الأقمار الصناعية في نقط. طبعا أيوة يا مستر أنا فاكرة، تتكون الشهب في طبقة الميزوسفير، تمام، بينما تسبح الأقمار الصناعية في، طبعا قلنا مع بعض، الإكسوسفير. عندي سؤال هنا بيقول لي من الثدييات المنقرضة نقط بينما من الثدييات المهددة بالانقراض. لازم ناخد بالنا ولاد من الموضوع دوت ونفرق. أنا بتكلم على ثدييات انقرضت خلاص تماما. طب أنا عندي مين بقى؟ كنا اتكلمنا قبل كده قلنا يا مستر عندنا الكواجة، تمام، بينما المهدد بالانقراض عندنا أكتر من حاجة، من أشهرهم طبعا دب الباندا. يعتبر طائر الاركريوباتريكس حلقة وصل بين، نفتكر مع بعض ده مهم جدا، كان بيجمع صفاته بين الطيور والايه؟ الزواحف. يبقى انا هقول يجمع في صفاته او حلقة وصل بين الزواحف والطيور. طبعا برضو في الجزء دوت احنا عايزين ما ننساش ان التسلسل اللي ربنا عز وجل خلق بيه الفقاريات. قلنا بدأنا طبعا بالاسماك، بعد كده قلنا البرمائيات، بعد كده الزواحف، ثم ايه؟ الطيور والثدييات معا في نفس مين؟ التوقيت، تمام. عندي سؤال بيقول لي تعرف اكاسيد الفلزات بالاكاسيد نقط واكاسيد اللافلزات بالاكاسيد نقط. لازم ناخد بالنا اولاد من السؤال دوت. احنا قلنا مع بعض ان اكاسيد الفلزات بسميها الاكاسيد القاعديه، بينما اكاسيد اللافلزات تسمى بالاكاسيد الحامضيه او الحمضيه. طيب برضو ممكن هنا نفتكر ان احنا كنا اتكلمنا عن الاكاسيد المتردده زي اكسيد الألمونيوم اللي هو بيتفاعل مع الأحماض كأكسيد قاعدي، وبيتفاعل مع القلويات كأكسيد حامضي، وفي الآخر بيدينا يا ولاد ملح وماء. بعد كده يا ولاد لو جينا اتكلمنا على وحدات القياس المشهورة عندنا في الدرس، يقول لك ايه؟ يقدر الضغط الجوي بوحدة نقط بينما درجة الأوزون بوحدة نقط. طبعا الضغط الجوي عندك بيقدر وحدتين، البار، تمام، أو ممكن كمان نكتب الملي بار، تمام. بينما تقدر درجة الأوزون طبعا طبقا للعالم دوبسون بوحدة مين؟ الدوبسون. بيقول لي يبدأ ظهور العناصر الانتقالية في الجدول الدوري ابتداء من الدورة. نفتكر مع بعض يا أولاد إن العناصر الانتقالية بتظهر عندي من الدورة الرابعة. بعد كده يا أولاد حفظت بعض الحشرات كاملة في مادة نقط بينما حفظ الماموس كاملا في مادة نقط. طبعا الحشرات حفظت في مادة اسمها الكهرمان بينما الماموس حفظ كاملا في الجليد او التلج. وما ننساش طبعا ان الحفرية بتاعتهم بتسمى حفرية كائن كامل، هي حفرية دفنت سريعا في وسط يحافظ عليها من التحلل، والاوساط دي عندنا يا اولاد هي وسط الكهرمان ووسط الجليد او الثلج. بيتكلم هنا بقى سؤال عن الأشعة. احنا خدنا نوعين من الأشعة في دراستنا السنة دي، عندي الأشعة فوق البنفسجية وكمان الأشعة تحت الحمراء. لو تفتكر معايا انت درست الأشعة الفوق بنفسجية فين؟ أيوة عند تكوين طبقة الأوزون، عشان كده بنقول إن الأشعة فوق البنفسجية ذات أثر كيميائي، بينما الأشعة تحت الحمراء لو افتكرت معايا احنا خدناها لما كنا بنتكلم على ظاهرة الاحتباس الحراري، يبقى أكيد هنقول ذات أثر حراري. سؤال بعد كده يا ولاد من الطيور المنقرضة بينما الطيور المهددة بالانقراض. طبعا عندنا الدرس بتاعنا متقسم لكائنات منقرضة قديما وكائنات منقرضة حديثا ومهددة بالانقراض. لو اتكلمنا عن الطيور التي انقرضت قديما طبعا احنا بنتكلم على طائر الدودو، بينما الطيور المهددة بالانقراض عندنا طائر ابو منجل، وعندنا طبعا النسر مين؟ الاصلع. بيقول لي يا اولاد هنا من المواد التي تذوب في الماء. طب نفتكر مع بعض مين المواد التي تذوب في الماء؟ عندي هنا السكر والملح. طبعا وما ننساش هنا ان السكر مركباته هو مركبات تساهميه، والملح من مركبات مين؟ الايونيه، والماء مذيب قطبي جيد لمعظم المركبات الايونيه زي الملح وبعض المركبات التساهميه زي السكر، عشان السكر طبعا بيقدر ان هو يكون ليه القدره انه يكون روابط هيدروجينيه بينه وبين الميه. السؤال اللي بعد كده يا اولاد تستخدم الحفريات في التعرف على وجود نقاط طبعا وتحديد العمر النقاط. طبعا أيوة وجود البترول، تمام، حفريتي الفورامنيفرا وراديولاريا، وتحديد العمر النسبي للصخور الرسوبيه. طبعا ده كنا بنتكلم عليه من خلال الحفريات المرشده. عندي سؤال بيقول لي علل لما ياتي، وخد بالك من سؤال علل، حاول وانت بتجاوب تجاوب كده بتركيز وان انت تبقى فاهم المضمون بتاع السؤال. أول سؤال بيقول لي جزيء الماء من الجزيئات القطبية. طب ليه يا ولاد بنقول إن الماء من الجزيئات القطبية أو من المركبات القطبية؟ هقول لأن طبعا هو مركب قطبي، مركب تساهمي، الفرق في السالبية الكهربية بين عنصريه اللي هما الأكسجين والهيدروجين كبير نسبيا. طبعا ما ننساش برضو ان من المركبات القطبيه اللي عندنا في المنهج عندنا النشادر، وعندنا حمض الهيدروكلوريك برضو من المركبات القطبيه. ولما يجي سؤال يا اولاد ويقول لي ليه الماء اكثر قطبيه من النشادر، هنقول لان الفرق في السالبيه الكهربيه بين عنصريه اللي هم الاكسجين والهيدروجين اكبر من الفرق في السالبيه الكهربيه بين عنصرين اللي موجودين في النشادر اللي هم النيتروجين والهيدروجين. السؤال ده اتكرر معانا لما خدناه في اكمل، بيقول لي علل يحفظ الصوديوم تحت سطح الكيروسين. طبعا احنا عارفين الصوديوم والبوتاسيوم ديت من العناصر او من الفلزات النشطه جدا، طبعا انا بحفظه تحت سطح الكيروسين عشان امنع تفاعلهم مع اكسجين الهواء الرطب. بعد كده يا اولاد رقم 3 عندنا يستخدم النيتروجين المسال في حفظ قرنيه العين. طبعا هنقول هنا لانخفاض درجه غليانه عند سالب 196 درجه مئويه، ومن الاجابات اللي احنا مش عايزين نشوفها محدش يقول لي لانخفاض درجه حرارته، لا احنا لازم نقول ان درجه الغليان هي درجه الغليان المنخفضه وبتساوي سالب 196 درجه مئويه. بيقول لي سؤال كمان يا ولاد الجزء السفلي من الاستراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات. طبعا الجزء ده مهم جدا، لو نفتكر مع بعض يا ولاد الخواص بتاعه طبقه الاستراتوسفير ان حركه الهواء فيها كانت افقيه، وطبعا دي مناسبه جدا لتحليق الطائرات، كما انها كمان يا ولاد خاليه من الغيوم والاضطرابات الجويه. يبقى خد بالك وانت بتجاوب السؤال ده انت عندك نقطتين، هتتكلم عن حركه الهواء الافقيه وانها كمان خاليه من الغيوم والاضطرابات الجويه. بعد كده يا ولاد هنقول تعتبر الاخشاب المتحجره من الحفريات. طيب السؤال هنا طبعا لازم اخد بالي هو ايه اللي يخليني اطلع صخره من تحت الارض واقول عليها ان هي حفريه مش صخره حد ناحيتها، ان هي بتدل على تفاصيل حياه نبات قديم. فلو جيت قلت لك تعتبر الاخشاب المتحجره من الحفريات يبقى الاجابه بتاعتنا وذلك لانها تدل على تفاصيل حياه نبات قديم. لما استخرجتها من باطن الارض من التربه اللي كانت موجوده فيها ومدفونه فيها، قدرت ان انا اعرف تفاصيل النبات كان عايش ازاي، ايه الانتاج اللي كان بينتجه، عمليه التغذيه بتاعت النبات كانت بتتم ازاي. عندي بيقول لي هنا احتباس الاشعه الحمراء في طبقه التروبوسفير. طبعا هنا يا ولاد طبقه التروبوسفير دي الطبقه اللي احنا يعتبر بنعيش فيها. الطبقه ديت بتحتوي طبعا على نسبه كبيره من الغازات الدفيئه. لو زادت نسبه الغازات الدفيئه فيها وخاصه غاز ثاني اكسيد الكربون، ايه اللي هيحصل احتباس للاشعه الحمراء او الاشعه تحت الحمراء في طبقه التروبوسفير. هنقول هنا بسبب زياده نسبه الغازات الدفيئه ومنها طبعا غاز ثاني اكسيد الكربون والميثان، وعندنا اكسيد النيتروز وبخار الماء. دي كلها يا اولاد الغازات الدفيئه. بعد كده يا اولاد تسمى طبقة التروبوسفير بهذا الاسم. ايه مستر الاسم؟ كلمة التروبوسفير يطلق عليها طبعا يا ولاد الطبقة المضطربة، فكلمة الطبقة المضطربة يعني التروبوسفير. هقول كده لأنها يحدث بها كافة التقلبات الجوية فتكون مضطربة. السؤال ده مهم جدا، بيقول لي علل جبل المقطم كان جزء من قاع بحر منذ حوالي 35 مليون سنة. طب ليه بقى؟ قال لي طبعا لأن جبل المقطم دوت لما ابتدوا يحللوا المكونات بتاعة التربة بتاعته أو الرمل بتاعه لقوا أنه بيحتوي على حفرية النيمولايت. طيب يبقى استدلوا أن حفرية النيمولايت دي كانت موجودة فين؟ كانت في قاع بحر. طب وجودها في جبل المقطم ده بيقول لي أن جبل المقطم دوت كان في يوم من الأيام جزء من قاع البحر. طبعا هنا مش عايزين ننسى ان هو ساعات بيقول له الاحجار اللي موجوده في جبل المقطم هي احجار، طبعا بيجي لك اكمل، هي احجار جيريه من الاحجار الجيريه. نكمل مع بعض. بعد كده نقول ترك مندليف خانات فارغه في جدوله. طبعا هو هنا كان حط الجدول بتاعه ورتب على اساس الاوزان الذريه، بس مثلا هو كان لقى ان بعض الاوزان الذريه مش موجوده. على سبيل المثال لقينا وزن ذري 23 ولقينا وزن ذري 25، فالوزن الذري رقم 24 مش موجود. هو بقى هنا تنبأ باكتشاف عناصر جديدة، عشان كده ترك لها خانات فارغة. فلو سألني هنا ترك مندليف خانات فارغة في جدوله هقول له لأنه تنبأ باكتشاف عناصر جديدة فطبعا ترك لها خانات فارغة. نشوف السؤال اللي بعد كده يا ولاد، بيقول لي علل وقف انتاج طائرات الكونكورد. نفتكر مع بعض يا ولاد احنا خدنا طائرات الكونكورد دي فين؟ لما كنا بنتكلم على الملوثات اللي كانت سبب في تآكل طبقة الأوزون. طبعا كان سبب رئيسي من ملوثات طبقة الأوزون عندي أكاسيد النيتروجين، وأكاسيد النيتروجين ديت كانت بتنتج من احتراق الوقود في طائرات الكونكورد. عشان كده ولاد الدول اللي كانت بتنتج الطائرات ديت وقفت الإنتاج بتاعها. عشان كده هقول الإجابة لأن احتراق وقودها ينتج أكاسيد النيتروجين الملوثة للأوزون واللي كانت سبب من أسباب تآكل طبقة الأوزون. بعد كده يا ولاد هنقول كده يعتبر السيزيوم انشط الفلزات. لو جينا اتكلمنا عن النشاط يا ولاد الكيميائي قلنا قبل كده ان النشاط الكيميائي بيعتمد اعتمادا كليا على الحجم الذري. فلو جينا قلنا يعتبر السيزيوم انشط الفلزات لانه الاكبر فين؟ في الحجم الذري. خلي بالك طول ما الحجم الذري بتاع العنصر كبر طول ما هو يكون قادر ان هو يفقد الالكترونات بشكل سهل وبالتالي فلزيته تكون مرتفعه. يبقى الاجابه هنا النموذجيه يعتبر السيزيوم انشط الفلزات لانه اكبرهم في الحجم الذري. بيقول لي هنا سؤال تاني، صعوبة التعرف على عناصر أشباه الفلزات من تركيبها الإلكتروني. طبعا يا ولاد احنا لما درسنا الجزء دوت اتقسمت كده العناصر عندي لفلزات ولا فلزات، وكانت غازات خاملة، وعندي كمان أشباه الفلزات. كل من الفلزات واللا فلزات أنا كنت بقدر أتعرف عليها من الإلكترونات اللي موجودة في غلاف تكافؤها الخارجي. يعني الفلزات عدد الإلكترونات أقل من 4، أما اللافلزات عدد الإلكترونات أكتر من 4. طب الغازات الخاملة يعني الغلاف التكافؤ الخارجي بيكون مكتمل بالإلكترونات. بالنسبة للهيليوم عشان دوت عنده مستوى 1 فكان بيكتمل بال2، أما بقية الغازات الخاملة كانوا بيكتملوا ب8. تمام. نيجي بقى لاشباه الفلزات، قال لي لا انت لما تبص في مستوى طاقتها الخارجي تلاقي اختلاف بقى، ممكن الاقي 3، ممكن الاقي 4 زي الكربون، ممكن الاقي 5. يعني معنى كده مفيش قاعده امشي بيها اعرف ان ده من اشباه الفلزات. عشان كده يا ولاد احنا هنلخص كل الشرح اللي احنا قلناه دوت، هنقول لاختلاف عدد الالكترونات في اغلفه تكافؤها. طبعا ما ننساش هنا من اشباه الفلزات، طبعا عندك عنصر السيليكون، عندك عنصر الجرمانيوم، وعندك عنصر البورون اللي هو عنده في مستوى الطاقه الاخير 3، لان هو كده يشبه الفلزات لكن هو في حد ذاته شبه فلز. بعد كده يا ولاد هنخش على السؤال اللي عليه الدور، ارتفاع درجه غليان الماء. قلنا طبعا ان في نوع من انواع الروابط هو اللي ملخبط خواص الميه على بعضها كده، اللي احنا بنسميها الروابط مين؟ الهيدروجينيه. فجينا قلنا هنا ارتفاع درجه غليان الماء بسبب وجود الروابط الهيدروجينيه بين جزيئاته. بيقول لي هنا ولاد تسميه الغابات المتحجره بجبل الخشب. طبعا كلمه غابات متحجره يعني كانت اصلها اشجار، احنا كنا قايلين الكلام دوت في الايه الاخشاب المتحجره. طبعا لما نيجي نجاوب هنا هنقول لاحتوائها على اخشاب متحجره طبعا تشبه الصخور، يعني انا دلوقتي هشوف كده من بعيد افتكرها اشجار، لما اقرب منها وابتدي بقى ادرس المكونات بتاعتها هلاقيها عباره عن صخور. بعد كده يا ولاد تأثير النظام البيئي البسيط عند غياب أحد الأنواع الموجودة فيه. طبعا احنا هنا بنتكلم ايه اللي بيحصل للنظام البيئي البسيط لو غاب منه أحد الأفراد. طب مستر ادينا مثال عشان نفهم. عندي هنا الصحراء يعتبر من أنواع الأنظمة البيئية البسيطة، عشان كده لو في كائن حي غاب وانقرض من هذا النظام البيئي فبالتالي هيتأثر باقي الكائنات الحية اللي موجودة. فلو جه قال لي يتأثر أو التأثير النظام البيئي البسيط عند غياب أحد الأنواع الموجودة فيه، هقول كده لعدم وجود البديل الذي يعوض غيابه. عندي سؤال بعد كده يا ولاد بيقول علل تسمية فلزات المجموعة 1A بالأقلاء. طبعا يا ولاد عناصر الأقلاء ديت عناصر مشهورة، هي موجودة فين؟ في أقصى يسار الجدول، طبعا اللي منها البوتاسيوم والصوديوم. طيب أنا دلوقتي ليه بسميها بقى عناصر الأقلاء؟ قال لي لأن العناصر ديت لما بتتفاعل مع الماء بتكون محاليل قلوية. طبعا كان أشهرها تفاعل الصوديوم في الماء، وكان مكون لي هيدروكسيد الصوديوم، وطبعا انطلق طبعا درجة حرارة وهيدروجين اللي كان بيشتعل بفعل حرارة الاحتراق. بعد كده يا ولاد هناخده ليه فلزات الأقلاء أحادية التكافؤ. علل فلزات الأقلاء أحادية التكافؤ. احنا نقدر نعرف الموضوع دوت من رقم المجموعة. احنا قلنا هي في المجموعة 1E، فبالتالي تحتوي مستوى الطاقة الأخير على إلكترون واحد. طيب هي مستر طالما عندها إلكترون واحد فبتفقده، فبالتالي نقول عليها هي أحادية التكافؤ. هقول كده الاحتواء غلاف تكافؤها على إلكترون واحد تفقده أثناء التفاعل الكيميائي. بيقول لي هنا يا ولاد تعتبر محمية يولستون من أهم المحميات العالمية. لو جينا اتكلمنا على المحميات العالمية أنا عندي محميتين، عندي محمية يولستون وعندي المحمية الأخرى اللي هي محمية الباندا. طيب أنا بقول بقى ليه محمية يولستون دي من أهم المحميات؟ قال لي لأنها تعتبر مكان آمن لحماية الدب الرمادي. صح وغلط يا ولاد، ده علامة صح أو خطأ. خلي بالك ان ممكن السؤال يكون ده علامه صح وخطا مع التصويب، ان انت ممكن لما يكون عندك سؤال خطا لازم تصوب الكلمه. نشوف كده مع بعض. تتكون الفئه بي من 5 مجموعات. طبعا الاجابه دي اجابه خاطئه، وطبعا لو احنا حبينا نصحح هنقول ان الفئه بي دي تتكون من 6 مجموعات. السؤال الثاني بيقول لي تشير الحفريه المرشده الى العمر النسبي للصخور الرسوبيه الموجوده بها. طبعا الجمله ديت يا ولاد صحيحه. بعد كده يا ولاد تنتج الهالونات من الطائرات الاسرع من الصوت. طبعا العباره دي عباره خطا، لان احنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان اكاسيد النيتروجين هي التي تتصاعد من احتراق وقود الطائرات الاسرع من الصوت. بيقول هنا يستخدم الالتيميتر في تحديد ارتفاع الطائرات بمعلوميه الضغط الجوي. طبعا يا اولاد المعلومه ديت صحيحه، لان احنا عندنا من الأجهزة اللي أنا بستخدمها في الضغط الجوي عندي الأنيرويد والألتيميتر. الأنيرويد والألتيميتر، الألتيميتر لتحديد ارتفاع الطائرات، والأنيرويد لمعرفة حالة الطقس بس المحتمل. أيوه مين؟ الضغط الجوي. بعد كده يا ولاد عناصر المجموعة 1A و2A جدة توصيل الحرارة والكهرباء. لو جينا بصينا كده ان هي 1A فبالتالي عندها الكترون في مستوى الطاقه الاخير، 2A يعني عندها 2 الكترون، فدي بتعتبر عناصر فلزيه، فبالتالي بتوصل الحراره وبتوصل الكهرباء، يبقى دي عباره صحيحه. بيقول لي هنا يقل الضغط الجوي بزياده الارتفاع عن سطح البحر. طبعا يا اولاد المعلومه ديت صحيحه، ولو كنا السؤال ده كان جاي لنا علل كنا ممكن نجاوب عليه ان هيقل طول عمود الهواء وبالتالي هيقل وزنه وبالتالي طبعا هيقل الضغط الجوي. بعد كده يا اولاد تزداد الخاصيه الفلزيه بزياده العدد الذري في الدوره الواحده. طبعا العباره دي عباره خطا، نتكلم عليها ليه يا مستر؟ لان احنا قلنا ان اي دوره في الجدول الدوري الحديث من اليسار الى اليمين تبدا بفلز قوي ثم تقل الصفه الفلزيه، لان قوه جذب النواه بتزيد فبالتالي القدره على فقد الالكترونات مش بتكون موجوده، واحنا كنا اتكلمنا في الحته دي من شويه قلنا ايه؟ خلي بالك احسن فلز اللي بيحب يفقد الايه؟ الالكترونات. طب احنا بنتكلم ان احنا متحركين من الشمال لليمين في الدوره فقوه الجذب بتزيد فقد الالكترونات بايه؟ بيقل، يبقى العباره عندنا عباره خاطئه. بيقول لي هنا يحاط الايونوسفير بحزامين او مغناطيسيين يعرفان بحزامي فان الين. طبعا يا اولاد المعلومه ديت طبعا صحيحه، وطبعا الحزامين دولت ليهم فضل كبير جدا على كوكب الارض لانها بتعمل على تشتيت الاشعه الكونيه الضاره فيما يعرف بظاهره الاورورا او ظاهره الشفق القطبي. بعد كده يا اولاد اكتشف اول حفريه للماوس محفوظه في الكهرمان. طبعا العباره ديت طبعا سهله جدا، هي عباره خطا لان احنا اتكلمنا ان الماموس دفن في الجليد بشكل سريع، طبعا يبقى هنا العباره خطا والتصحيح بتاعها الجليد. بيقول لي هنا يعتبر الاركيوبتريكس حركه وصل بين الزواحف والبرمائيات. ايوه ناخد بالنا يا اولاد، طبعا المعلومه دي خاطئه، احنا لسه برضو قايلينها من شويه، هو حلقه وصل بين الزواحف والطيور. بعد كده يا ولاد تعتبر محمية وادي الريان أول محمية تم إنشائها في مصر. طبعا العبارة دي خطأ، لأن احنا عندنا أول محمية تم إنشائها في مصر هي محمية رأس محمد، تم إنشائها سنة 1983، وما ننساش إن مصر عندها 27 محمية طبيعية. بيقول لي هنا ولاد الماء والنشادر من المركبات القطبية، لسه كنا شارحين الموضوع ده باستفاضة، طبعا المعلومة صحيحة. بعد كده يا ولاد الحجم الذري لعناصر الدورة الواحدة يزداد بزيادة العدد الذري. لا طبعا احنا قلنا ان الحجم الذري في الدورة بيقل بسبب زيادة قوة جذب النواة للالكترونات اللي موجودة في مستوى الطاقة الخارجي، يبقى العبارة دي عبارة خاطئة. بيقول لي هنا الكواجا من اشهر الانواع المنقرضه حديثا. طبعا يا اولاد لما نبتدي نركز مع بعض، احنا خدنا اللي منقرض قديما كان عندي الماموس وكان عندي الديناصور، واللي منقرض حديثا كان عندي الكواجا وكان عندي مين كمان؟ كان عندي اللي هو طائر الدودو. تمام، يبقى الاجابه صح. بعد كده يا اولاد اكتب المصطلح العلمي. ناخد اول سؤال معانا، تناقص مستمر في أعداد النوع الواحد من الكائنات الحية دون تعويض حتى موت كل أفراد النوع. طبعا سهلة جدا، دي مين؟ الانقراض. بيقول لي طبعا طائر انقرض يتميز بأجنحة صغيرة وأرجل قصيرة. طبعا يا أولاد ده طائر الدودو، وطبعا ده كان بالنسبة للصيادين كان وسيلة سهلة للاصطياد عشان كده انقرض. يبقى أنا هقول الإجابة بتاعتي طائر الدودو. بعد كده يا ولاد مقدرة الذرة في الجزيء على جذب الكترونات الرابطة الكيميائية نحوها. طبعا احنا اتكلمنا في الجزء ده قبل كده، دي طبعا السالبية الكهربية. عندي بعد كده يا ولاد الجملة بتقول لي أماكن آمنة يتم تخصيصها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض في أماكنها الطبيعية. يا ولاد ديت المحميات الطبيعية. بعد كده يا ولاد رقم 5، طبقة مشحونة لها أهمية بالغة في الاتصالات اللاسلكية. طبعا طالما قال لك مشحونة تفتكر على طول طبقة الأيونوسفير إنها تحتوي على أيونات مشحونة. بيقول لي يا ولاد عناصر تجمع في خواصها بين الفلزات واللافلزات. لسه طبعا قايلين الجملة ديت هي أشباه الفلزات. بعد كده يا ولاد مجموعة العناصر التي تفصل بين الفئتين S و B ابتداء من الدورة الرابعة. طبعا هنا عندنا الجدول كان في اليسار فيه الفئة S وفي اليمين فيه الفئة B، يبقى في النص الفئة D أو العناصر الانتقالية اللي موجودة في الفئة D. بيقول لي حفريات لكائنات حية قديمة عاشت لمدى زمني قصير ومدى جغرافي واسع ثم انقرضت ولم تتواجد في حقبة التالية. طبعا أولاد دي الحفرية المرشدة اللي احنا بنستخدمها في الاستدلال على العمر النسبي للصخور. تمام. رقم 9 بعد كده يا ولاد ترتيب تنازلي لبعض الفلزات حسب درجة النشاط الكيميائي. طبعا سهلة جدا، دي متسلسلة النشاط الكيميائي. بيقول لي أكاسيد اللافلزات التي تذوب في الماء مكونة أحماض. طبعا دي لسه قايلينها من شوية، دي الأكاسيد الحامضية أو الحمضية. الآثار الدالة على نشاط الكائن الحي القديم أثناء الحياة. الآثار الدالة على نشاط الكائن الحي القديم أثناء الحياة، طبعا ده بنسميه الأثر. طبعا ده عكس البقية اللي احنا قلنا الأثر بيكون أثناء الحياة والبقية بتكون بعد الموت. بيقول لي هنا الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر. ايوه يا ولاد دوت عباره عن الضغط الجوي المعتاد، وتفتكر معايا قيمته كانت 1013 و25 من 100 درجه مئويه. من ليبور. الارتفاع المستمر في متوسط درجه حراره الهواء القريب من سطح الارض. طبعا دي ظاهره الاحترار العالمي، ظاهره الاحترار العالمي، وفرق ما بينها ما بين الاحتباس الحراري. عندي هنا معلومة تانية بتقولي نسخة طبق الأصل للتفاصيل الخارجية لهيكل كائن حي قديم. طبعا أول ما يقولي التفاصيل الخارجية يبقى أنا بتكلم على حفرية الطابع. وزن عمود من الهواء، مساحة مقطع وحدة المساحات، وطول وارتفاع الغلاف الجوي. ده طبعا تعريف عندنا الضغط الجوي. بيقول لي هنا مجموعة العناصر التي تقع في المجموعة 7A في الجدول الدوري الحديث. طبعا أولاد دي مجموعة الهالوجينات. الظاهرة التي تظهر على هيئة ستائر ضوئية ملونة مبهرة ترى من القطبين الشمالي والجنوبي للأرض. طبعا هنا بنقول إن هي ظاهرة الأورورا أو الشفق القطبي. حزامان مغناطيسيان يحيطان أو يحيط بالأيونوسفير ويقوم بتشتيت الأشعة الكونية الضارة بعيدا عن الأرض. دول يا ولاد حزامي فان ألين. غازات يؤدي ارتفاع تركيزها يا ولاد في الغلاف الجوي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. طبعا دي الغازات الدفيئة. عناصر الفئة دي التي يبدأ ظهورها ابتداء من الدورة الرابعة بالجدول الدوري الحديث. دي يا أولاد العناصر الانتقالية أو ممكن نسميها الفلزات الانتقالية. هنا بعد كده يا أولاد اكتب المعادلات الكيميائية الدالة على، يلا بينا. أول حاجة ذوبان أكسيد المغنيسيوم في الماء. أول حاجة أنت وأنت بتحل المعادلة لازم تكون عارف رمز أكسيد المغنيسيوم أو يا مستر ده MgO، ورمز المية يا أولاد هو بيكون H2O. فنشوف كده مع بعض MgO زائد H2O، طبعا أكسيد المغنيسيوم زائد الماء يديني MgOH/2. ده يا ولاد بنسميه هيدروكسيد المغنيسيوم، وده من المركبات أو المحاليل القلوية التي تزرق صبغة عباد الشمس. عندي تفاعل غاز الكلور في محلول بروميد البوتاسيوم. طبعا زي ما احنا شايفين يا اولاد الكلور Cl2 وبروميد البوتاسيوم، هكتب هنا زائد 2KBr، هيتفاعلوا مع بعض. اللي هيحصل ان الكلور هيحل محل البروم، هلاقي عندي مركب اسمه 2KCl اللي هو كلوريد البوتاسيوم، وهلاقي ان اللي هيطلع بره اللي هو البروم Br2. بعد كده يا اولاد تفاعل الصوديوم مع الماء، طبعا ده من اشهر التفاعلات اللي عندنا، ده اللي بيثبت ان عناصر المجموعه الاولى هي من عناصر الايه الاقلاء. المعادله عندي تقول ايه؟ 2Na زائد 2H2O هتديني 2NaOH زائد H2. 2Na طبعا الصوديوم زائد الميه يديني هيدروكسيد الصوديوم مع تصاعد غاز مين؟ الهيدروجين وحدوث اشتعال بفرقعه. بيقول لي امرار تيار كهربي في ماء محمض بحمض الكبريتيك المخفف. طبعا دي يا اولاد عمليه الانحلال الكهربي للماء. عندي هنا المعادله بتاعتي 2H2O، طبعا سهم عليه كلمه تحليل كهربي. اللي هيحصل ان هينفصل الغازين، غاز الهيدروجين وغاز الاكسجين، هيطلع لي هنا 2H2 وكمان O2. ما تنساش ان الهيدروجين هيتصاعد عند المهبط والاكسجين هيتصاعد عند المصعد، طبعا بنسبة 2:1 هيدروجين الى اكسجين. بعد كده يا ولاد تفاعل ثاني اكسيد الكربون مع الماء، ثاني اكسيد الكربون رمزه CO2 والميه طبعا رمزها H2O، الاثنين مع بعض يدوني حمض الكربونيك اللي هو H2CO3. يبقى المعادله كده على بعضها CO2 زائد H2O يديني H2CO3 اللي هو حمض الكربونيك، وده من المركبات والمحاليل التي تحمر صبغه عباد الشمس. بيقول لي هنا كمان تفاعل البروم مع البوتاسيوم. طبعا التفاعل دوت يا اولاد لما يتفاعل البروم مع البوتاسيوم هيكون لي مركب بروميد البوتاسيوم. طبعا للمعادله انا عندي هنا 2Ka 2K زائد Br2 هيديني 2KBr. بعد كده يا اولاد تفاعل المغنيسيوم Mg مع حمض الهيدروكلوريك المخفف اللي هو HCl. هنشوف كده يا مستر Mg زائد 2HCl، سهم طبعا عليه كلمه دايل ان هو اختصار لكلمه مخفف، هيديني MgCl2 زائد تصاعد غاز الهيدروجين اللي على هيئه فقاعات يديني H2. خلي بالك هنا ان ممكن المعادله دي يستبدل لك Mg بالزد N، هقول لك تفاعل الخرسين مع حمض الهيدروكلوريك المخفف، يبقى زد N زائد 2HCl يديني زد NCl2 زائد H2. طبعا هنا تفاعل الفلزات مع الاحماض المخففه. جينا اولاد لسؤال تاني بيقول لي اذكر فرقا واحدا لكل من. عندي اول حاجه جزيء الفلور وجزيء الهيليوم. نشوف مع بعض اولاد جزيء الفلور وجزيء الهيليوم. طبعا الفلور والهيليوم دي كلها دي فلزات او دي قصدي غازات، والفلور دوت غاز نشط، اما الهيليوم فدوت غاز خامل. وخد بالك انا عندي فرق اخر، لما اجي اكتب الجزيء بتاع الفلور هقول يبقى تكون الجزيء من ذرتين، يعني بكتبها F2، بينما الهيليوم لما اجي اكتب الجزيء بتاعه بكتبه على هيئه ذره واحده يعني HE فقط. بعد كده يا اولاد التروبوسفير والاستراتوسفير. طبعا لو جينا اتكلمنا عن الاختلافات ما بين الطبقات كتير جدا جدا جدا، نختار منها السمك، ان سمك طبقه التروبوسفير 13 كيلومتر بينما سمك طبقه الاستراتوسفير 37 كيلومتر. لو حبينا نقارن في درجات الحراره هنلاقي ان التروبوسفير في نهايتها درجه الحراره تصل لسالب 60، بينما في الاستراتوسفير نتيجه وجود طبقه الاوزون تصل درجه الحراره في نهايتها الى 0 درجه مئويه. ما زلنا برضو يا اولاد في سؤال فرق او اذكر فرقا واحدا بين كل من. عندي النظام البيئي البسيط والنظام البيئي المركب. اتعرضنا يا اولاد للنظام البيئي البسيط، قلنا هو نظام بيتكون من اعداد قليله من العناصر او من الكائنات الحيه، اما النظام البيئي المركب دوت بيتكون من افراد كبيره. طبعا لو حبينا برضو نكمل مقارنه هقول ان النظام البيئي البسيط بيتاثر بشده عند غياب احد افراده طبعا لعدم وجود البدائل، اما النظام البيئي المركب هقول لا يتاثر في حاله غياب احد افراده طبعا تمام لتعدد البدائل عندي. بعد كده يا اولاد اكتب نبذه مختصره عن، هنشوف كده مع بعض العلاقه بين كثافه الماء ودرجه الحراره. هنا نقدر نتكلم قبل ما نقرا الكلام بتاعنا ونشرح ونقول ايه. خلي بالك اعلى كثافه للميه هي 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، دي بتكون عند 4 درجه مئويه. طيب احنا بقى عملنا عمليه تبريد للميه وقللنا درجه الحراره عن 4، تبتدي تتكون بلورات سداسيه الشكل وكبيره الحجم وبينها فراغات، فبالتالي الحجم بيزيد وبتقل الكثافه. فلو جيت قلت لك ايه اللي بيحصل عند او ما هي العلاقه بين كثافه الماء ودرجه حرارتها، هقول كده عند درجه حراره 4 درجه مئويه كثافه الماء 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، بانخفاض درجه الحراره عن 4 درجه مئويه تقل الكثافه عن 1 جرام لكل سنتيمتر مكعب، وطبعا ممكن نزود كده ونقول بيزداد الحجم. بيقول يا اولاد ظاهرة الاحتباس الحراري. طبعا يا اولاد لما نيجي نتكلم على ظاهرة الاحتباس الحراري طبعا اللي بيحصل هنا ان زيادة نسبة الغازات الدفيئة طبعا زي ما تعرضنا لها قبل كده، اللي هو ثاني اكسيد الكربون وCH4 اللي هو غاز الميثان، وعندي N2O ده اكسيد النيتروز، وكمان يا اولاد بخار الماء. زيادة نسبة الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بيحصل ايه؟ بيحبس الاشعة تحت الحمراء في طبقة التروبوسفير. هو المفروض ان هي كانت بتسقط على سطح الارض وبتبتدي تنعكس، زيادة نسبة الغازات ديت بتحبسها في طبقة التروبوسفير، وبالتالي بترتفع درجة الحرارة بتاعة الغلاف الجوي، ودي بعد كده بتترتب عليها ظاهرة الاحترار العالمي. بعد كده يا ولاد إلى من تنسب الأعمال الآتية: اكتشاف أن نواة الذرة تحتوي على بروتونات موجبة الشحنة. طبعا اللي اكتشف الاكتشاف دوت هو العالم رذرفورد. ما ننساش ان موزلي جه بعد منه قال لنا خلي بالكم هنسمي العدد الذري دوت او هنسمي الشحنات الموجبه اللي جوه النواه بالعدد الذري. عندي بعد كده اكتشاف حزامان مغناطيسيان حول كوكب الارض، طبعا يقصد حزامي فان الين، يبقى هنا العالم اسمه فان الين. بعد كده يا ولاد اذكر اهميه واحده لكل من. نتكلم مع بعض على جهاز الانيرويد، وكنا اتكلمنا عليه وهنعيد تاني الكلام. هنقول هو من الاجهزه التي تستخدم في معرفه حاله الطقس بمعلوميه الضغط الجوي. نشوف بعد كده يا ولاد بيقول لي المحميات الطبيعيه. طبعا احنا لما جينا اتكلمنا عليها قلنا دي اماكن امنه مخصصه لحمايه الكائنات الحيه المهدده بالانقراض، يبقى انا هقول هنا حمايه الانواع المهدده بالانقراض. خدنا مجموعه من المحميات، كانت محميات عالميه زي محميه الباندا ومحميه يلوستون، وخدنا المحميات اللي كانت موجوده في مصر، طبعا محميه راس محمد ومحميه وادي الحيتان. بعد كده الهالونات يا ولاد من اهميتها انها تستخدم في اطفاء الحرائق التي لا تطفأ بالماء مثل حرائق البترول. عندي النيتروجين المسال. طبعا يا ولاد انا بستخدم النيتروجين المسال في حفظ قرنيه العين، طبعا لانخفاض درجه غليانه، طبعا عند سالب 196. بعد كده يا ولاد الكوبالت 60 المشع، او ممكن نسميه الكوبالت المشع دوت، طبعا بيصدر اشعه جاما، واحنا اتكلمنا قبل كده ان اشعه جاما ديت لها قدره على قتل خلايا الجراثيم، يبقى الاستخدام بتاعه حفظ الاغذيه. عندي هنا الفولتامتر هوفمان. طبعا يا ولاد ده الجهاز اللي انا بستخدمه في التحليل الكهربي للماء الى عنصريه الاكسجين والهيدروجين. بعد كده يا ولاد الحفريات المرشده. قلنا الحفريات المرشده تستخدم في تحديد العمر النسبي للصخور الرسوبيه، تحديد العمر النسبي للصخور الرسوبيه. نيجي يا ولاد لمجموعه من المسائل. هناخد المساله الاولى، بيقول لي احسب ارتفاع جبل درجه الحراره عند سفحه. طبعا سفحه يعني المنطقه اللي انا ببقى بتحرك فيها اللي هي تعتبر على الارض الاسفل يعني، تمام، وعند قمته سالب 6 درجه مئويه. طبعا هنا يا ولاد عشان انا احسب الارتفاع لازم اعرف الاول درجه الحراره اتغيرت بمقدار قد ايه. انا اول حاجه هحسبها، ممكن احل المساله على بعضها كده واقول ارتفاع الجبل بيساوي، هبتدي اطرح اقول درجه الحراره عند السفح ناقص درجه الحراره عند القمه على 6.5، و6.5 ديت انا بفكرك بيها ان انا كل ما ارتفع 1 كيلو متر عن مستوى سطح البحر بتقل درجه الحراره، تمام، بمقدار 6.5. يبقى انا دلوقتي يا اولاد هنقول 20 ناقص، عندي هنا درجة الحرارة سالب 6 على 6.5، في النهاية هتطلع لي 4 كيلو متر. عايزين بس نلفت النظر هنا ان خلي باله ان لو هو قال له ان القمة بسالب 6 لازم يحط سالب وسالب كمان عشان يبقى المجموع كله بالايه؟ بالموجب. تمام. بعد كده يا ولاد إذا كانت درجة الحرارة عند سفح الجبل 30 يعني في الأسفل 30، فكم تكون درجة الحرارة على ارتفاع 3 كيلو متر من سفح الجبل؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. أنا عندي هنا مثل رسمة الجبل، في الأسفل درجة الحرارة 30 درجة مئوية، وارتفاع الجبل أو الارتفاع اللي أنا عايز أجيب عنده درجة الحرارة تقريبا 3 كيلو متر، محتاجين نجيب درجة الحرارة عند القمة. زي ما قلنا لازم نجيبه مقدار الانخفاض في درجة الحرارة. طب إزاي أقدر أجيب مقدار انخفاض في درجة الحرارة؟ هضرب طول الجبل اللي هو 3 كيلو متر في 6.5 يديني 19.5 درجة مئوية، يعني الدرجة تحت 30 هتقل واحنا طالعين بمقدار كام؟ 19. هبتدي أنقص ال 30 ناقص ال 19.5 هيديني يا مستر 10.5 درجة مئوية، وبالتالي هقول كده درجة السفح ناقص 10.5 درجة 19.5 درجة مئوية يديني كام؟ 10.5 درجة مئوية. احنا كده اولاد وصلنا مع بعض لنهايه المراجعه بتاعتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا معانا. لو حد يا اولاد عنده تعليق او عنده استفسار او سؤال يا ريت تبعته لنا على التعليقات على الفيديو، وان شاء الله نشوفكم في مراجعه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.